مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية، عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد بالأحرار الإمام الحسين عليه السلام في أجواء إيمانية وأصوات المحبين تنادي لبيك يا حسين. رفع راية الحق في سماء المدينة الولائية بحبها لآل البيت الطيبين الطاهرين، هنا في مقام الإمام زين العابدين عليه السلام في سهل نينوى، وبحضور جمع غفير من أهالي الموصل من مختلف انتماءاتهم وأطيافهم، فكونوا معنا في تغطيتنا لهذا اليوم. لبيك يا حسين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مستخلص الحمد لنفسه ومستوجبه على خلقه، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أولي المكارم والجود الذين أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سادتي الأفاضل، مشايخ الكرام، القيادات الأمنية والسياسية، قيادات الحشد الشعبي، وجهاء وشيوخ العشائر، مثقفين محافظة نينوى وسهلها، كل حسب مقامه ومكانه، أهلاً ومرحباً بكم في مراسيم تبديل راية العزاء، راية الحسين عليه السلام. نستقبل شهر الحزن، شهر البكاء والمصيبة، شهر التأسي بالإباء الحسين والعمل به، شهر محرم الحرام كما قال إمامنا الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. أيها الأخوة المؤمنون، في كل عام وفي مثل هذا اليوم تقوم مديرية الوقف الشيعي في نينوى تبديل جميع الرايات في جميع المقامات الشريفة في سهل نينوى، وخلال السنتين الأخيرتين تقام مراسيم مركزية، ويكون مقام الإمام زين العابدين عليه السلام مكاناً لإقامتها. ولنعلن للجميع إننا في محافظة نينوى وبمختلف أطيافها ومكوناتها متمسكين بثورة الإمام الحسين عليه السلام وبالمبادئ الذي ضحى من أجله. أيها الإخوة، إن رفع راية الحزن هو شعار العشق الحسيني، شعار الجنون الحسيني. تبدأ هذه المشاعر بالظهور منذ تبديل الراية، فالسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. أيها الجمع المبارك، خير ما نفتتح به مراسيم تبديل راية الحزن، راية العشق الحسيني، آي من الذكر الحكيم يتلوها على أسماعكم القارئ الملا شكر محمود. أنا وأنتم نستقبله بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا صدق الله العلي العظيم. كل الشكر والتقدير والامتنان للقارئ الملا شكر محمود على هذه التلاوة الرائعة، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته، إنه سميع مجيب الدعاء. أيها الجمع المبارك، والآن نقف إجلالاً وإحتراماً لنقرأ سورة الفاتحة على أرواح شهداء كربلاء خاصة وأرواح شهداء العراق عامة، مسبوقة ومعطرة بالصلاة على محمد وآل محمد. جزاكم الله خير الجزاء وجعله الله في ميزان حسناتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتلي الحسين حرارة في قلوب المسلمين لا تبرد أبدا، ونحن نقول بقلوب مليئة بالحزن والأسى وبصوت واحد: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. أحسنتم جزاكم الله خيرا أيها الجمع المبارك. والآن مع كلمة مديرية الوقف الشيعي في نينوى يتفضل بإلقائها الأستاذ باسم البياتي مدير الوقف الشيعي في نينوى، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي حكم لأوليائه بالسعادة ولأصفيائه بالشهادة، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله السادة الأتقياء والمنتجبين صلاة كثيرة دائمة ما دامت السماوات والأرض. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى أهل بيتك وصحبك المستشهدين بين يديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الأخوة الحضور ورحمة الله وبركاته. نرحب بكل الأخوة الحضور، بالسيد محافظ نينوى المحترم وبالسيد قائد عمليات نينوى للجيش وقائد عمليات نينوى للحشد وجميع الأخوة الحضور كل حسب مقامه ولقبه. لنا ولكم الفخر والاعتزاز بإقامة مراسيم وشعيرة مهمة خالدة، وهي تبديل الراية وإعلان الحزن والأسى على سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين. إن الحسين عليه السلام بلغ أعلى مراحل الجنان ونالها بالشهادة في أرض كربلاء، فلنبكي عليه بالليل والنهار ونذرب بدل الدموع دما، فنحن لا شيء أمام سيدة النساء فاطمة الزهراء البتولة عليه السلام عندما تلطم خدها على ولدها، كما يصفها شاعر أهل البيت عليه السلام دعبل الخزاعي: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فيفطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. كيف لا نبكي عليه وقد طحنت الخيول أضلاعه؟ أيها الأعزاء، لعله من الأسرار التي أبقت هذا الوجود المبارك لأبي عبد الله، وهو المنهج الذي سلكه سيد الشهداء، والمعركة بين الحق والباطل. إن شعار الحق الذي ضحى من أجله الإمام الحسين عليه السلام يحمل الكثير، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوقوف بوجه الظلم، وتحمل معركة كربلاء معاني الإنسانية والعيش بين الإخوة بسلام وكيفية تحمل الآخر. إن الإمام الحسين عليه السلام هو الرسالة والوجود المحمدي. حاول الأعداء أن يطمسوا المبادئ والإنسانية وأن ينشروا الفساد في البر والبحر وأن يمحوا مبادئ ثورة الحسين عليه السلام. ولولا الفتوى المباركة من النجف للشيبة المباركة الإمام السيستاني وتلبيتها لفتية آمنوا بربهم فخرجوا ملبين لنداء الجهاد الكفائي، حملوا أكفانهم وهم يرددون: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، التي انبعثت من أصول شعار الحق. ولولا تلبية هؤلاء الفتية الذين استمدت قوتها من تضحيات سيد شهداء الجنة عليه السلام لما استطاع الحشد الشعبي وكافة القوات الأمنية من الجيش العراقي البطل والشرطة الاتحادية وكافة القوات الأمنية الأخرى في الوقوف بوجه هذه العصابات في معارك التحرير، وكل ذلك هي من بركات يوم عاشوراء. فنجعل أيامنا كلها عاشوراء وأرضنا كلها كربلاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين، وثبتنا الله وإياكم بأن نكون مع إمام ظاهر بالحق آخذ بثأر جده سيد الشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورنا الكريم،
والآن مع كلمة العتبة العباسية المقدسة يتفضل بإلقائها سماحة الشيخ عقيل الشبكي، أنا وأنتم نستقبله محفوفاً بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله البيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهارهم تطهيرا. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على قمر العشيرة أبي الفضل العباس عليه السلام حامل راية الحسين. السلام عليكم أحبتي، مع حفظ جميع المقامات، السادة الأجلاء، المشايخ الفضلاء، الشخصيات الكرام، قادة الأمن لهذا البلد وللأمة، قادة الجيش والشرطة والحشد الشعبي، الإخوة المشايخ حفظكم الله تعالى، الموالين لأهل البيت عليهم السلام، من العتبة العباسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية المتولي الشرعي ثقة المرجعية السيد أحمد الصافي دام عزه، تقيم الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة بالتعاون مع الأخوة الأعزاء من مديرية الوقف الشيعي في محافظة نينوى وهيئة المواكب الحسينية مراسيم رفع راية السواد لهذا العام الهجري 1444 هجرية. مراسيم رفع راية التضحية والفداء، مراسيم رفع راية شهر الإيثار والصبر، شهر إعلاء كلمة لا إله إلا الله، شهر نصرة الدين. الإمام الحسين إخوتي عندما رأى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه خرج بثورته المباركة وقال قولته المشهورة: إنني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله كي آمر بالمعروف. شوف أهداف الحسين عليه السلام: كي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين. أي الإمام الحسين عليه السلام جاء لتطبيق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله. لا يخفى عليكم إن الله تعالى قال في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. أي أيها الناس عليكم بأخذ كل ما يأتى به رسول الله صلى الله عليه وآله، والنهي عنكم لما نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه. فالحسين عليه السلام عندما خرج وضحى بنفسه الزكية وبأهل بيته الأطهار وصحابته الأخيار حتى يحفظ دين الله سبحانه وتعالى، حتى يعلو كلمة الله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أراد أن يبقى الدين ثابتاً كما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله من غير طمس ولا اندراس، أراد أن يضحي بنفسه من أجل أن يبقى الدين لنا أحبتي، أن يبقى الدين إلى هذا اليوم 1380 سنة تقام مآتم الحسين عليه السلام، تتجدد الذكرى، ترفع الرايات حتى الناس يعملون على ماذا؟ على مبادئ الحسين عليه السلام. هنا نحن جئنا هذا اليوم أحبتي سادتي، أتشرف بكم، أنا خادمكم الصغير وقبل أياديكم، جئنا لكي نجدد العهد لرسول الله صلى الله عليه وآله
ونجدد العهد للحسين عليه السلام. يا أبا عبد الله، جئنا مجددين لك العهد، جئنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونسير بسيرة جدك رسول الله وأباك أمير المؤمنين. عزانا لك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، جئنا نعزيك ونعزي أمير المؤمنين والزهراء والأئمة الأطهار. سيدي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، هؤلاء الحاج جاءوا يجددون العزاء معكم إن شاء الله. في الدنيا يرجون بركات دعائكم، وفي الآخرة يرجون شفاعتكم. مولاي يا ابن الحسن، ننتظر ظهورك وظهور الحق على يديك. نريد رفع هذه الراية، راية الجهاد ضد الظالمين، راية الجهاد ضد شح النفس، راية الجهاد للتعاون لنصرة العراق ونصرة الدين، راية الجهاد ضد الفاسدين والمفسدين، راية الجهاد ضد كل من يريد المساس ببلدنا العزيز العراق الحبيب، كل من يريد المساس بجيشنا الباسل، بقواتنا الأمنية، بحشدنا المقدس، بموالين أهل البيت. جئنا نجدد لك العهد يا أبا عبد الله، ونحن لكم سيوف مشرعة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام الكلمة إن شاء الله أن يرزقنا الله رعاية صاحب الزمان في الدنيا، وشفاعته وشفاعة الإمام الحسين في الآخرة إن شاء الله، إنه مجيب سميع الدعاء. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم لإحياء هذه الشعيرة، لإحياء هذه المراسيم، لتجديد هذه البيعة في هذا المكان الطاهر. نسأل الله لنا ولكم قبول الأعمال، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جمهورنا الكريم، والآن مع كلمة السيد محافظ نينوى السيد نجم الجبوري، أنا وأنتم نستقبله بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، الشيوخ الأفاضل، الشيوخ والسادة رجال الدين، الأخوة في الأجهزة الأمنية، وكافة الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اليوم أقف في هذا المكان الطاهر، ليس بصفة الوظيفية فقط، إنما أقف لأمثل جميع أهلي في محافظة نينوى بكل قومياتهم وكل أطيافهم، وهي رسالة أننا في نينوى كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص، نقف هنا لنعظم شعيرة من شعائر الله، الإمام الحسين عليه السلام. لم يخرج عشرا ولا بطرا، إنما خرج لغرض الإصلاح في أمة جده، ولقد كانت ثورته فناراً
يستضيء بها ليس المسلمين فحسب، إنما هي رسالة وهدي للعالم أجمع ولكل الثوار في العالم. أخوتي الأعزاء، نقف في هذا المكان الطاهر ونسأل الله سبحانه وتعالى وبحق الإمام الحسين عليه السلام أن يجنب أهلنا الفتنة. نقف هنا، وللأسف تردنا الأخبار من بغداد بأن هناك وضعاً لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، ونسأل الله أن يجنب العراق والعراقيين كل فتنة. اليوم تبديل راية الإمام الحسين عليه السلام إنما هي إيذان بدخول شهر محرم الحرام. هذا الشهر الذي جرت فيه أكبر مأساة ليس على المستوى الإسلامي فقط، إنما على مستوى التاريخ الإنساني بأكمله. علينا جميعاً أن نستلهم من ثورة الحسين وأن تكون نبراساً لنا تهدينا إلى طريق الرشاد وطريق الحق. لا أريد أن أطيل عليكم، إنما أريد أن أوصيكم أن تبقى نينوى إن شاء الله، ويبقى أهل نينوى هم الجامع لأهل العراق، هم الذين يسيرون على هدي الحسين عليه السلام وعلى هدي آل بيت رسول الله الطاهرين. من هذا المكان أيضا أشكر أخي الأستاذ باسم البياتي رئيس الوقف الشيعي الذي بذل جهدا في إقامة هذه الشعيرة، متمنيا له النجاح الدائم. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورنا الكريم، والآن مع كلمة مديرية الوقف السني يتفضل بإلقائها الدكتور نشوان الحيالي. أنا وأنتم نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث فينا رحمةً للعالمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم دائماً وأبداً إلى يوم الدين. السيد محافظ نينوى المحترم، السيد قائد عمليات نينوى المحترم،
السيد قائد عمليات نينوى الحشد الشعبي، السيد قائد شرطة محافظة نينوى، القادة الأمنيون، شيوخ الدين، شيوخ العشائر، الحضور الكريم، كل بجميل اسمه وصفه. أرحب بكم أجمل الترحيب في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاءنا لقاء محبة وود وسلام، وأن يجدد هذا اللقاء على المحبة والمودة. نستذكر اليوم ذكرى عظيمة على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ألا وهي ذكرى هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأول من محرم الحرام. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة باتجاه المدينة المنورة، ثم كان يقول: والله لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. عندما انتشر الظلم والكفر في مكة، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم باتجاه المدينة لتصحيح المسار ووضع القواعد الأساسية لانتشار الإسلام وانتشار الحق الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى. هاجر، ترك الأهل، ترك الدار، ترك كل شيء يحبه الإنسان خلف ظهره، لأنه أراد الذهاب إلى الله عز وجل لتصحيح المسار. والذي خرج به سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه من مدينة المنورة على ساكنها عليه أفضل الصلاة والسلام باتجاه كربلاء، إنما هو هجرة لتصحيح المسار، المسار الذي جاء به جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر علينا الذكرى الأليمة، استشهاد سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما ذكر من سبقني حينما قال رضي الله عنه: ما خرجت أشرا ولا بطرا، ما خرج للإفساد لكن أراد الإصلاح لتصحيح المسار الذي شذ عنه الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد التصحيح. ولكل إنسان في هذه الحياة الدنيا إن أراد التصحيح لابد أن يناله من ظلم الظالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. فكلنا نقول حينما ننادي بحب سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه: يجب أن تكون هوانا تبعاً لما جاء به سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وارضاه. في الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ العراق، هذا البلد، بلد موسى بن جعفر وبلد أبو حنيفة النعمان، لا يفرقهم إلا النهر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ العراق وأهله، ويحقن دماء العراقيين، ويعيده إلى ما كان عليه من العزة والكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهورنا الكريم، جمهورنا العزيز، والآن تبدأ مراسيم رفع راية العزاء الحسيني، راية الحسين. يا حسين.
كرام ومتابعينا الأفاضل مشاهدي ومتابعي قناة الأيام، تغطيتنا متواصلة حول رفع راية الإمام الحسين هنا في مدينة الموصل في مقام الإمام زين العابدين عليه السلام. معنا الآن قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي، أيضا سوف يتحدث لنا عن مدى استعدادات قوات الحشد الشعبي المقدس في تأمين المواكب الحسينية وأيضا مسير الإمام الحسين هنا في مقام الإمام زين العابدين وبقية المقامات هنا في مدينة الموصل. نعم، سلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اليوم قامت هذه الشعيرة الطيبة هو رفع راية الإمام الحسين عليه السلام إدانا بدل شهر محرم الحرام، وبحضور السيد المحافظ والقيادات الأمنية وجمع غفير من أبناء المنطقة، حضره كافة الطوائف والقوميات والمذاهب، وهي بادرة طيبة أنه كلهم يشاركون العزاء، لأن الإمام الحسين عليه السلام للجميع، للإنسانية، دافع عن الإنسانية. فنحن كقيادة عمليات الحشد الشعبي والقوات الأمنية اليوم عندها استعداد وعلى أتم الاستعداد لتأمين الزيارات ومجالس العزاء والمسيرات التي تقام في هذه المنطقة. وهناك يوميا أكثر من 70 مجلس عزاء يقام في محافظة نينوى، وقواتنا تأمن لهذه المجالس كافة القضايا الأمنية والخدمية إن شاء الله. نعم، اليوم رأينا بأنه كل أطياف الشعب العراقي هنا قد حضر في مراسيم رفع راية الإمام الحسين. رسالة على ماذا تدل، خاصة نحن في مدينة الموصل؟ هذه رسالة واضحة لأبناء الشعب العراقي، أن في محافظة نينوى هناك أمن وأمان، وهناك علاقة طيبة ما بين هذه الأديان والمذاهب، وهناك ما بين كل الطوائف اللي موجودة، وكلهم الآن الحمد لله يسيرون في اتجاه من أجل رفع راية الإمام الحسين عليه السلام والاشتراك في مجالس العزاء والاشتراك في مسيرات الحسينية. وأنهم اليوم انطلق من هذا الشعار، انطلق من خلال شعار الإمام الحسين، وإن شاء الله هو يوحد كلمتنا في هذه المنطقة. نعم، الداعش الإرهابي حاول طمس راية الإمام الحسين، وخاصة في الموصل قام بتفجير جميع المقامات والمراقد والحسينيات. هل تمكن الداعش من طمس الهوية الإمام الحسين وخاصة هذه المعالم؟ اليوم نحن واقفون أمام مقام الإمام زين العابدين. بالعكس، اليوم بعد داعش الحمد لله ارتفعت الرايات عاليا، واليوم البنايات والمراقد بنيت من جديد، واليوم الحضور الفعال في المجالس ودور العبادة والمشاركة الواسعة وحضور كل الطوائف والقوميات والمذاهب بهذه المناسبات دليل على أنه داعش لا وجود له، وفكرة داعش وحضور داعش كان مجرد وقت تتم لحظة وراحت. واليوم الآن أبناء الشعب العراقي وأبناء مدينة الموصل يجددون العهد مع الإمام الحسين تحت ومن خلال فتوى الإمام السيستاني حفظ الله عراه، باقوا مديونين لفتوى الإمام وللإمام السيستاني حفظ الله وراءه. نعم، شكرا، عظم الله لنا ولكم الأجر باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. تغطيتنا متواصلة حول رفع راية الإمام الحسين، راية الحق هنا في مدينة الموصل الحدباء، بعد أن حاولت العصابات الإرهابية طمس راية الحسين، ولكن اليوم نلاحظ بأن راية الحسين قد علا أيضا هنا في مدينة الموصل. معنا شيخ هاشم، أيضا سوف يتحدث لنا عن هنا أيضا بدء مراسيم شهر محرم الحرام ورفع راية الإمام الحسين، وإلى ماذا تدل هذه الرسالة، رسالة الإمام الحسين عليه السلام؟ نعم، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي إمامنا صاحب العصر والزمان والمراجع العظام والأمة الإسلامية بحلول شهر الأحزان، شهر أحزان آل محمد، الشهر الذي ضحى فيها المولى أبي عبد الله الحسين التضحية الكبرى في سبيل إحياء دين رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال قوله المعروف: إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. نهج الحسين عليه السلام نهج الإصلاح، نهج اتخذه الأحرار طريقا لهم لمجابهة الظلم والظالمين. هذا النهج منذ 1400 سنة تقريبا
هذا النهج سائر في أمة الإسلام ويتجدد كل سنة برفع راية الأحزان وبدء أحزان شهر محرم الحرام. الحسين طريق الأحرار، الحسين المصلح، الحسين صبط رسول الله صلى الله عليه وآله عندما رأى اعوجاج الطريق وترك الناس المسلك الحق الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وآله، خرج لإصلاح ما أفسد الظالمون، فكان نتيجته أن ضحى بدمه الشريف في سبيل أن يصلح الأمة وأن يبقى الأمة محمديا إلى يوم القيامة. سهل نينوى لنا دور في هذا المجال، لنا الشرف تجمع نخبة طيبة من أهالي سهل نينوى من كافة الأصناف لرفع راية السواد إذانا ببدء أيام الحزن. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق الجميع لخدمة الحسين عليه السلام. نعم، عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى بدء مراسيم شهر محرم الحرام. نعم مشاهدين الكرام، رايات السواد بدأت تعلو وترفرف وكأنها من حزنها تبكي وتنوح. اليوم على أصداء رايات الحسين عليه السلام فوق مقام الإمام زين العابدين إذانا ببدء شهر الأحزان بمناسبة عاشوراء الحسين عليه السلام. قد وصلنا وإياكم إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، استودعكم وإلى اللقاء.